السلام عليكم طلاب الصف السادس منهج عربي، محاضرتنا رقم 3 بفصل الأنسجة الفصل الثاني. اليوم محاضرتنا راح نتحدث بها عن الأنسجة الحيوانية. راح ناخذ النسيج الأول ونقسمه إلى محاضرتين فنغطي هذا الموضوع ونمتحن به. يقول كما هو الحال في الأنسجة النباتية، الأنسجة الحيوانية راح تتكون من مجموعة من الخلايا المتماثلة، بينما بالأنسجة النباتية إذا تذكرون خلايا مختلفة بالتركيب والشكل، هنا متماثلة واللي هي تتخصص لإنجاز وظيفة معينة. إذا المشترك ما بين الأنسجة الحيوانية والأنسجة النباتية إنه هاي المجموعة من الخلايا تتخصص لإنجاز وظيفة معينة. أما نقاط الاختلاف إنه هاي الخلايا مختلفة بالأنسجة النباتية، أما بالأنسجة الحيوانية فهي خلايا متماثلة. يكون قد تتنوع خلايا النسيج في بعض الأحيان كما تتباين كمية المادة البينخلوية من نسيج الى اخر، وهذا التباين الى علاقة يعني انه راح تتباين من محتواها الكيميائي، انه يعني عندي تباينها التركيبي ممكن تكون صلبة ممكن تكون سائلة شبه سائلة جيلاتينية، هذا الى علاقة بالمحتوى الكيميائي اللي موجود بها. زين، هذا لهنا لحد هاي الفارزة. هذا انا راح اخذه مرة ثانية ان شاء الله من اخذ الانسجة الضامة اللي اقرا لي هنا. تعريف الانسجه الحيوانيه انه هي مجموعه من الخلايا المتماثله اللي تتخصص لانجاز وظيفه معينه. بشكل عام راح اقسم الانسجه الحيوانيه الى الانسجه الطلائيه الظهاريه، الانسجه الضامه الرابطه، والنسيج العضلي والعصبي. انا اليوم راح اخذ النسيج الظهاري، يعني هذا الاسبوع محاضراتي راح تتناول النسيج الظهاري على جزئين، جزء اول وجزء ثاني. بالاسبوع القادم راح اخذ العضلي والعصبي، على مود يبقى لي فقط النسيج الضام واختم هذا الفصل. والنسيج الضام راح يتكون من مجموعه من المحاضرات. النسيج الظهاري او الطلائي اللي هو الابيثيليال تيشو، هذا النسيج يغطي سطح الجسم، يبطن التجاوف الجسميه، يكون الغدد. تخلوا لي خط جوا يغطي، خلوا لي خط جوا يبطن، تخلوا لي خط جوا يكون الغدد. زين، هسه اني هنا، هسه انتوا باعوا غرفتكم قاعدين بها، اي مكان هسه انتوا قاعدين به، الحائط اللي موجود اللي دا تشوفوه قدامكم هذا الصبغ اللي موجود به يبطن، اما لو طلعون من برا فهذا يغطي، يعني الصبغ اللي برا بالشارع حتى لو كان سمنت حتى لو كان طابوق هاي الواجهيه هي تغطي، اما ما تبطن فهو بالداخل، وايضا يكون الغدد. فعندي ثلاث اماكن راح القاها بها هو النسيج الظهاري. ما هي مميزات النسيج الظهاري؟ وتيجي اكثر من سنه من السنوات، ما هي مميزات النسيج الظهاري او ما هي مميزات النسيج الطلائي؟ انه هو عباره عن صفائح مستمره من الخلايا مكونه من صف واحد او عده صفوف. اولا مجموعه من الخلايا اللي مثل هسه ما تشوفوها بالشكل، انه هي خلايا واحده يم الثانيه، ما بي هاي مثل هنا خلايا واحده يم الثانيه، مجموعة من الخلايا تكون بصف واحد، راح تتواجد بصف واحد من الخلايا. هاي الميزة رقم واحد. الميزة الثانية انه هي النسيج الظهاري كل خلايا راح تستند على غشاء قاعدي. هذا الغشاء القاعدي شنو تعريفه؟ هو غشاء خاص راح يتواجد تحت الخلايا النسيج الظهاري، وكل خلايا النسيج الظهاري راح تستقر عليه. ايضا هذا راح يجيب لي موقع وظيفته. موقع وظيفة شنو؟ موقع وظيفة النسيج الغشاء العضلي. فش راح اقول للغشاء العضلي؟ انه هو موقعه تحت خلايا النسيج الظهاري، وظيفته انه راح تستقر عليه جميع خلايا النسيج الظهاري. فهاي الفقرة كلش تنتبهوا لي عليها. زين، المادة البينخلوية هاي هنا فقرة سمي بالنسيج الظهاري لانه راح يغطي سطح الجسم فسمي بالظهاري. يبطن التجاوف الجسمية فسمي بالطلائي. زين، هسه أرجع النسيج القاعدي أو شو يقول الغشاء القاعدي، الموقع تحت خلايا النسيج، تحت خلايا النسيج القاعدي يعني اللي راح تتواجد بالأسفل، تحت خلايا النسيج هو كاتبها هنا، تحت خلايا النسيج الظهاري راح تتواجد من هي الخلايا النسيج القاعدي اللي هو هذا الغشاء القاعدي، تحت خلايا النسيج الطلائي او الظهاري خلينا نقول عليه. زين، اوكي، الاهميه تستقر جميع خلايا النسيج الظهاري على الغشاء القاعدي. ما موقع واهميه النسيج الطلائي؟ يغطي سطح الجسم
ويبطن التجاوف الجسمية ويكون الغدد. هو هذا نفسه موقعه، نفسه وظيفته. بعدني ما كملت المميزات، أخذت ميزتين فقط: الغشاء وهي صفائح مستمرة، المادة بين الخلايا للنسيج الظهاري تكاد تكون معدومة، ماكو مادة بينية بين خلية وخلية، هي صفائح مستمرة مع بعضها البعض ما تحتاج. ولأن هو يغطي ويبطن، فإذا هو راح وحدة من وظائف حماية، فإذا كان اكو مسافات بين خلوية هنا راح يصير خلل بوظيفة الحماية. أيضا حافات الخلايا ترتبط مع بعضها، حافات خلايا النسيج الظهاري راح ترتبط وحدة ويا الثانية بواسطة روابط خلوية أو يسحولها روابط بلازمية. إذا الروابط الخلوية كتعريف هي روابط بلازمية تربط حافات خلايا النسيج الظهاري واحدة مع الأخرى، تربط حافات خلايا النسيج الظهاري واحدة مع الأخرى أو مع بعضها البعض. هاي من هي الروابط الخلوية، هي روابط بلازمية راح تتواجد بحافات خلايا النسيج الظهاري، وظيفتها تربط خلايا النسيج الظهاري مع بعضها البعض. يصنف النسيج الظهاري تبعا لعدد الطبقات إلى خلايا النسيج الظهاري البسيط وخلايا النسيج الظهاري المطبق. البسيط حسب عدد طبقات النسيج الظهاري، أما المطبق فهو أنه هو أكثر من خلية. يتألف النسيج الظهاري البسيط من صف واحد من الخلايا الظهارية، صف واحد من الخلايا الظهارية اللي تستند إلى غشاء قاعدي، راح كلها تستند هاي الخلايا الظهارية إلى غشاء قاعدي، ويصنف إلى عدة أنواع تبعا لشكل الخلايا. زين هنا تبهولي ليش صنفت عدة أنواع؟ ليش صحت له بالحر شوفي البسيط؟ نسيج ظهاري حر شوفي بسيط، بسيط لأن صف واحد من الخلايا، حر شوفي لأن شكل الخلايا حر شوفية، نسيج ظهاري مكعبي بسيط سميته بسيط لأن صف واحد من الخلايا، مكعبي لأن شكل الخلايا مكعبية وكلهن يستندن إلى غشاء قاعدي، سميته نسيج ظهاري عمودي بسيط، عمودي شكل الخلايا أما بسيط صف واحد من الخلايا، نسيج ظهاري عمودي مطبق، مطبق كاذب هذا راح أفتهمه من أجي إلى، أما عمودي فهو شكل الخلايا بعض منها راح تشبه الأعمدة. زين قبل لا أروح بالتفاصيل راح أجي هنا إلى ماذا تصنف النسيج الظهاري، راح يصنف إلى بسيط ومطبق بشكل عام. على أي أساس صنفته؟ أساس صنفته على أساس عدد الطبقات، صنفته بالاستناد إلى أساس عدد الطبقات. زين فأني صنفته إلى نسيج ظهاري حر شوفي بسيط، مكعبي بسيط، عمودي بسيط، وظهاري عمودي مكعب كاذب. أما هاي الجهة فأخذها على المحاضرة القادمة. هسه أبلش بالنسيج الظهاري البسيط، راح أخذ مميزات كل نسيج، مميزات الخلايا وموقع النواة، الموقع للنسيج كله ووظيفة هذا النسيج. فراح أخذ بهالآلية هاي، أجي على اليمن، أجي على النسيج الأول حر شوفي، سميته حر شوفي لأنه يتكون من طبقة مفردة من الخلايا، صحت له بسيط لأنه يتكون من طبقة مفردة من الخلايا بسيط. بقى هو نسيج، النسيج عادة مجموعة من الخلايا، فإذا هذا يتكون هذا النوع من الأنسجة الظهارية من طبقة مفردة لذا صحت له بسيط، خلايا مسطحة تبدو مضلعة لذا صحت لها حر شوفي، بها النواة مسطحة مركزية الموقع، هاي النواة ها هي مضلعة، هذا ضلع هذا ضلع، مو زي الحراشف الأسماك، مسطحة بها نواة مركزية، مسطحة مركزية الموقع مسطحة، صف نواة النسيج الحرشف البسيط. زين يبطل هذا النسيج الأوعية الدموية القافي بطانة الشريان والوريد، وهذا يجيني بالوزاري ما نوع النسيج في بطانة الشريان، ظلوا صافنين، الشريان هو أحد أنواع الأوعية الدموية، بطانة التجاويف الجسمية أيضا موجود بها، بطانة الحويصلات الرئة وجسيمات مال بيجي، فتنتبهوا لي. وظيفته راح ينجز خلايا النسيج الحرشف البسيط وظائف الانتشار الترشيح. إذا وظيفته انتشار لأن موجود بالأوعية الدموية، انتشار الغازات من الدم، حويصلات الرئوية، أما الترشيح فجسيمات مال بيجي موجودة بها لأن هي راح تؤدي عملية إعادة الترشيح اللي يصير بتكوين البول. زين هذا دا شوفوا بالوزاري منهج متميزين جاب لهم ارسم مع تأشير الاندوثيليال بودي كافيتيز اللي هو بطانة التجاويف الجسمية يقصد به هذا النسيج،
اللي هو نفس النسيج الظهار الحرشي البسيط، ماخذ الموقع ويقول لهم رسموا لي هذا النسيج. فهذه أني خلايا النسيج تستند على غشاء قاعدي، راح يكون بها هنا النسيج ضامن، انتبهوا، نواة حرشفية، نواة مسطحة، وخلية حرشفية. زين، هسه أني هذا الأول. الثاني ليه صح لي يا مكعبي؟ لأنه الخلايا طبعا بسيط، لأنه طبقة مفردة من الخلايا، مكعبي تبدو مربعة في مقاطعها، والنواة مالتها تكون كروية مركزية الموقع. النواة كروية مركزية الموقع. يوجد هذا النسيج في بطانة نبيبات الكلية، وفي بعض الغدد مثل الغدد اللعابية. يوجد هذا النسيج في بطانة نبيبات الكلية وبعض الغدد مثل الغدد اللعابية. انتبهوا على المكان. هنا يجيني سؤال، ما نوع النسيج في بطانة الكلية؟ ما نوع النسيج في الغدد اللعابية؟ تقول له النسيج الظهار المكعب البسيط. راح ينجز وظيفة اللي هي الإفراز والامتصاص. بقى كل نسيج موجود بغدد راح يكون إفراز وظيفته، لأن الغدد هي تفرز. أما نبيبات الكلية لأن لها علاقة بفرز امتصاص المواد المفيدة بعملية تكوين البول، فهاي لهنا وهاي لهنا. يجي سؤال، ينجز النسيج الظهاري المكعب البسيط وظيفة الإفراز والامتصاص؟ لأن هذا جواب، لأن راح يتواجد بهاي الأماكن أو يوجد في هذه الأماكن. تقول لي لأن وظيفة النسيج الظهاري المكعب البسيط هي الإفراز والامتصاص. زين، اجيت هسه لمن؟ النسيج الظهاري العمودي البسيط. تكون خلايا هذا النسيج بشكل أعمدة، هاي أعمدة طويلة، وتظهر مستطيلة في مقاطعها، أعمدة طويلة شكلها مثل المستطيل. تكون نوى الخلايا، هاي نوى الخلايا، بيضوية وأقرب إلى القاعدة. هنا ممكن يجي سؤال، كيف تميز بين نواة النسيج الظهاري العمودي البسيط والنسيج المكعبي أو الحرشفي؟ فأحكي له بس عن نواة، هنا بيضوية وأقرب للقاعدة، مثل ما تشوفوه هذا مكرر كل شوية الرسم بالوزاري. السنة منهجكم أنتم المنهج عربي جابوا هذا الرسم، جابوا هذا الرسم، بس انتبهون يا أمي. زين، هسه اجيت هنا، هذا وين القاه؟ في بطانة الأمعاء وبعض الغدد. طبعا هذا ممكن يحتوي أهداب، مثل ما تشوفون خلية عمودية بها نواة، وممكن انه يتواجد بأهداب، طبعا كلها تستند الى نسيج قاعدي، وجوه النسيج القاعدي دائما اكو نسيج ضام. يوجد في بطانة الأمعاء وبعض الغدد. وظيفته هذا النسيج حماية وإفراز، لأن غدد قلت لكم كل غدد إفراز، امتصاص لأن أمعاء، طبعا إذا بي أهداب فهو هتكون وظيفته حماية. زين، هسه هذا النسيج الثالث. الرابع، النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب. علل سبب تسميته بالكاذب، لأنه هذا النسيج راح يتكون من أكثر من نوع من الخلايا. شوفوا الخلايا، خلايا طويلة تأصل لفوق، خلايا قصيرة هاي مثلث، خلايا ما منتظمة بشكلها، خلايا ما أدري شلون، بقى أكثر من نوع. وبعد هاي الأولى، وأنويتها في تقع في مستويات مختلفة، هاي الأنوية تقع في مستويات مختلفة، مما يوحي بأن النسيج متكون من عدة طبقات، بس بالحقيقة كل خلايا النسيج تستند إلى غشاء قاعدي. هذا جواب السؤال اللي يقول ليش صحت له بالمطبق بالنسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب. الجواب لأنه يتكون من أكثر من نوع من الخلايا التي تقع أنويتها في مستويات مختلفة، مما يوحي بأن النسيج مكون من عدة طبقات، بس بالحقيقة جميع خلايا هذا النسيج تستند إلى غشاء القاعدي، نقطة. هذا الجواب. سؤال آخر، ليش أصيح له ربما في بعض الأحيان أصيح له بالنسيج الظهاري المطبق الكاذب المهذب؟ مهذب لأنه السطح الحر لخلاياه قد تكون مزودة بأهداب، السطح الحر لخلاياه قد تكون مزودة بأهداب، لذا أصيح له بالمهذب. وين راح ألقاه؟ ألقاه في بطانة الرغامي، وأيضا في بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية. وظيفته حماية والإفراز، وظيفته راح تكون حماية وإفراز، إفراز لأن أكو غدد لعابية، وهذا الشكل مكرر بالوزاري، والعمود البسيط مكرر، والسنة جابوا المكعبي، وهاي أول سنة يجيبوها. هذا الجدول مهم، هذا الجدول مهم، بعد بطانة التجاوب الجسمية جايبيها،
دور أول رسم لمنهج متميزين. زين، أنا إيش سويت لكم هنا؟ وياي هنا هذا الجدول نفس ما هو هنا، طبيعة الخلايا، الوجود، الوظيفة، وشك والرسم. كيفكم أنتم شلون تقروا؟ راح تقروا لي إياها، مو هاي بس أهم شيء شنو سبب التسميه؟ ليش صحت له بالمطبق الكاذب؟ ليش صحت له بالمطبق الكاذب المهدب؟ شنو سبب هاي التسميه؟ انتظروني بالمحاضره القادمه نكمل الانسجه الظهاريه، راح ناخذ المطبقه ونختم هذا الموضوع. اتمنى لكم كل التوفيق. الموضوع مثل ما هو سهل بالحفظ لكن هو سريع النسيان. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.